الجيش كان أقوى منهم. لو سمح لعباسي مدني أن يشكل الحكومة في تلك الفترة لربما اكتفينا شر كبير جدا، واكتفت الجزائر شر كبير جدا، وكان هنالك جيشا يستطيع أن يفرض إرادته على عباسي مدني وحاول أن يخرج عن أن يلغي الديمقراطية. طيب 54 يوما هي فترة رئاستك في الوطن، هل أنت نادم على سياساتك اللي مارستها في ذلك الوقت؟ يعني أنا ما تحس أنك كنت متشنج شوي، متحمس أكثر من اللازم؟ اللي حصل ما هو عادي، يعني موضوع أنا ماني عارف ليش، يعني كثير من الأشياء التي قلتها في الوطن أتقالت بعدها، يعني مثلا ابن تيمية، طب ما هو وزير الشؤون الإسلامية قال في الوطن نفسه بعد ما خرجت أنا منها بشهرين تصريح طويل عريض أنه ابن تيمية أخذ منه ويرد. يعني وزير الشؤون الإسلامية في بلادنا قال الكلمة هذه، يعني ليه الأشياء اللي أنا قلتها كانت كبيرة جدا بينما قالها آخرين ومرت بسلام. فينا نقول طيب أنه كانت المعركة معركة بين الإخوان والسلفية، هم صنفوك إخواني وهم سلفيين؟ والله إذا كانوا اللي بيمارسوا العنف لا 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 في بلادي هم سلفيين يبقى مشكلة كبيرة. أنت تقول المشايخ اللي ساهموا في طردك، مش اللي مارسوا العنف. وانت بتقول لي اذا المعركه كانت بين اخوان وسلفيين، فبالتالي لانه يعني هناك من يقول انه انت هاجمت في مشكله هي سوء الظن، في مشكله هي سوء الظن، في مشكله انك انت يا اخ تركي عندما تطلع في برنامجك وتقول جمله احد يقرا ما بعدها، عندما تكتب مقاله يقرا ما بعدها، في مشكله استقطاب عندنا في المملكه العربيه السعوديه. طيب هل نقول الكلام ناقصا نحن حتى يفسر مثلا؟ ما هو المشكله هو الاستقطاب، انه البعض يصر على ان هنالك اشخاص يريدون علمنه البلاد وجرها بعيدا عن دينها، ونحن وظيفتنا ان نحمي هذا الدين. هذا خطا، لا يوجد في السعوديه من يريد فصل الدين عن 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 مجتمعنا. بس يوجد في السعوديه من يريد تحويل المجتمع الى مجتمع ليبرالي؟ لا، طيب مجتمع متسامح ليس ليبرالي. أنت في مقابلة أجريت مع الشرق الأوسط تحدثت في شكل من أشكال الترويج للليبرالية، قلت أن بعض علماء الإسلام الآن بدأوا يجدون أن الليبرالية صفة جيدة ومناسبة للدعوة الإسلامية كونها تعطي كل ذي حق حق. صحيح، التسامح لكنهم لا يصرحون بذلك. أول حاجة الليبرالية، طيب يعني عندك هدف أنك تحول المجتمع السعودي للليبرالي؟ أنا ما أقدر أحمي المجتمع السعودي. يعني هل تتمنى؟ أنا أتمنى أنه نعمق التسامح أكثر وأكثر. والليبرالية هي الخيار الوحيد لتعميق التسامح؟ لا، الليبرالية تعبير مخيف، لأن الليبرالية مصطلح سياسي له ظروفه اللي نشأت في أوروبا، وربما تحتاج ضيف آخر مفكر لكي يشرح الليبرالية. التسامح، ولو عدنا إلى المبادئ التي طيب أنت استخدمتها هنا، اشرح لنا اللفظة اللي أردتها من الليبرالية. ما هو الليبرالية هي لتسهيل صعوبة الشرح. الإنسان الليبرالي هو إنسان يعني متسامح، إنسان إيزي، إنسان غير صارم. إذا كان هذا الحدود، ما تعتقد أنه أحيانا يجب أن يكون المسلم صارم فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، فيما يتعلق بالحرمات؟ طبعا في مسائل التي أتى بها الكتاب والسنة من أمور صاربة، يعني مثلا هل يستطيع الليبرالي السعودي بحامل الأحوال أن نجد حلا ويلف ويدور ويبيح الخمر في السعودية؟ مستحيل، في مسائل محسومة، الخمر لا يجوز، الزنا لا يجوز، لكن الاختلاط يجوز أم لا يجوز؟ الزنا لا يجوز نعم، لكن الاختلاط، في شخص يصر على أنه الاختلاط مؤدي إلى الزنا، أقول لا، الاختلاط ليس مؤدي إلى الزنا. الاختلاط ليس دائما مؤدي إلى الزنا، الزنا يقع حتى في المجتمعات المغلقة. فهذا يعني نقدر نصنفك على أنك ليبرالي إذا 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 بهذا، وفقا لهذا الفهم، يعني متسامح ليبرالي نعم، ما في مشكلة في ذلك، لكن المشكلة زي ما المشكلة هو في المصطلحات مخيفة وأحيانا تستخدم حتى للتكفير. طيب جميل، سياسة جمال خاشقجي خلال الشهرين اللي شوي في الوطن السعودية، مقالاته التي لا زال يكتبها في الوطن السعودية أيضا، هناك من يقول أنها بعيدة عن مزاج الشارع السعودي. فجمال خاشقجي يغرد خارج سرب المجتمع السعودي المحافظ الإسلامي. أنا لا أفقد أو إلا ما فعلت في الوطن، وأتمنى لو تأتيني الفرصة مرة أخرى،
وأعتقد أنه هذا ليس واجبي بل واجب كل رئيس تحرير، هو لابد أن نضخ قدر هائل جدا من الأفكار الحديثة في شارعنا السعودي، في مجتمعنا السعودي. وش تقصد بالأفكار؟ خذ موضوع العولمة مثلا. العولمة مرفوضة في شارع السعودي وهذا غلط، لابد أن نروج للعولمة. لو سألت أي سعودي ما هي القضية الأولى لديك يقول لك قضية فلسطين، أنا أقول لا، قضية العولمة، قضية معيشتك هي الأولى، قضية مصالحك هي الأولى. فالشارع السعودي بحاجة إلى، يعني تقصد أن نتحول من القضايا الجماهيرية إلى القضايا الشخصية؟ ليست الشخصية بل القضايا المفيدة. القضايا يعني موضوع العولمة، نحن في السعودية يعني آباء وأمهات العولمة. يعني لو أنا نشأت في سويقة في المدينة المنورة إلا كانت قمة العولمة في الانفتاح على العملات الأجنبية كلها، الانفتاح على التجارة الحرة والمقايضة في متجر والدي بدون أي قيود، بدون أي وزير تجارة أو مراقب تجاري يراقب هذه التصرفات التجارية. هذه العولمة، العولمة إيجابية، لكن لو أنت سألت أي سعودي في الشارع عن العولمة، العولمة هي بالنسبة له تغريب، بالنسبة له نفوذ غربي يفرض علينا. هذه الأفكار التي ترى أنه يجب أن تضخ، هذه التي يجب أن تضخ، لأنه نحن مقبلين على الانفتاح، مقبلين على دخول منظمة التجارة العالمية. نحن جزء من العالم، وهذه الكلمة قالها خادم الحرمين الله يرحمه الملك فهد في مجلس الشورى، نحن جزء من العالم ولن ننسلخ عنه، لا يمكن بحال من الأحوال أن ننسلخ عن هذا العالم، فلا بد أن نضخ أفكار التي تجعلنا منسجمين مع هذا العالم. شكرا لك استاذ جمال. العفو يا سيدي. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة على متابعتكم هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة جديدة. هذا تركي الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.